دلوقتي هعرض على حضراتكم تقرير عن تبرع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سينا بعمرتين لأسرة شهيد وسلمهم للأسرة لواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. تعالوا نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طلبت أم الشهيد إن هي عايزة تعمل عمرة هي وأبوه، الحمد لله ربنا استجاب لطلبهم وإن شاء الله هيطلعوا عمرتهم اللي هم نفسهم فيها. ويمكن بحب أقول إن هذه العمرة مقدمة من الدكتور حسن راتب من جامعة سينا تحديدا، اللي هي أساسا تعتبر منارة موجودة في الأنطرة شرق، وبيعتبر هو صاحب الدور في المشاركة المجتمعية لأهل المنطقة ديت. وهو دكتور قرر أنه يشارك في تكريم الشهيد من خلال منح أسرته عمره لصالح سفره. فاحنا بنشكر طبعا الدكتور حسن وبنشكر كل من يشارك معنا في عملية تكريم الشهداء. احنا بنقول ان الدولة لن تقف امام اي طلب من طلبات اسر الشهداء خلال الفترة الجاية. كريم كان عارف انه عايز تشهد من ساعة ما دخل، وانا اقول له انا خايفة عليك يا كريم، قلبي مقبوض عليك. يقول لي يا ماما بالعكس، افرح يا ماما افرح يا ماما، ده انا هجيب لك شهادة كبيرة، انا هجيب لك شهاده كبيره وسام عمر ما حد خدها. فبقول له يا كريم انا خايفه عليك، قال لي يا ماما منحيني الشهاده، ادعيلي ان ربنا يكرمني واخدها. بقيت طبعا اعيط ليل ونهار. واخر مكالمه كانت كلمته والدته، وكنا بنفكر عندنا حته ارض كنا بنفكر نبيعها عشان خاطر نبني له شقه. قال له والدته مالكيش دعوه بالبنى، دي بتاعت اخواتي، الارض دي بتاعت اخواتي، لكن البنى انا هبني لكم اصلا. ما حدش سيبه ولا حد شافه قبل كده. ما تبيعوش من الارض، الارض دي بتاعتك. قولوا لي يا كريم بتقول لي كده؟ قال لي يا حبيبتي انت تعبت انت وبابا كتير، فانا لازم اريحكم، وما تقلقيش من اي حاجه وما تشيليش هم اي حاجه، حتى لو جرى لي حاجه، حتى لو جرى لي حاجه هتلاقيني في ظهرك في كل حاجه. سمعت ساعتها ضرب النار والخط اتقطع. ومن بعدها ما سمعناش صوت فم. هما دخلوني شفت الجثه، ما حدش قال لي هو قذف اني جزء من جسمي، ولا حضن عرفت. انا شفته قبل ما يجي لي خبر وفاته، شفته قدامي، شفته ولا صحي، شفته وهو بيموت. قبل ما ينطقه كنت انا اللي قال لي يا ماما، راح جه لي قال لي يا ماما زغرتي يا ماما، رحت مزغرتها. اول ما سمعت الخبر غصب عني طلعت مني الزغرته غصب عني. يا ام الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي. طبعا هنشكره جدا جدا يا فندم، كتر الف خيره، يعني راجل وطني وبيحس بالناس وبيحس بأهل الشهيد، فاحنا بنشكره جدا جدا يا فندم، كتر ألف خير وربنا يجعله في ميزان حسناته يا فندم. ومتشكرين جدا على أفضلهم، ومشكرة لسيادة المحافظ الصراحة، كان أب روحاني معايا في كل حاجة، كان نفسي كريم يبقى حاجة كبيرة، لقيته حط اسمه هيفضل مخلد على طول العمر المدرسة، وقف جنبي جامد وأمنحني العمرة وقال لي ما تقلقيش من أي حاجة، والصراحة مش سايبنا، لو أي حاجة عوزتها بيوفقها لي. ربنا يحمد شبابنا كلهم ويرجع كل واحد، يرجع كل ضلال لأمه وأبوه، ما يتحرموش منهم.